اسعد الله صباحكم بكل خير، الله يعطيكم الصحة والعافية. طبعا جماعة الخير، انا بعد شوي متجه الى موقع المغامرة. جماعة الخير، جدة الليلة ما شاء الله تبارك الله الاجواء جدا باردة في جدة. شوفوا تراني لابس جاكيت، ودرجة الحرارة ما ادري كم، والله الظاهر درجة الحرارة عندهم 22 23، يعني الاجواء تعتبر معتدلة في المناطق الثانية، لكن الليلة في جدة الاجواء باردة مع هواء. عاد حلها، الجو بارد وفي هواء نفس الوقت. طبعا يا جماعة الخير، انا الان متجه الى موقع المغامرة، ورب يعطيكم العافية. واي ملاحظة اي استفسار اكتبوا على الهاشتاج في تويتر المغامرة عبدالله العنبري، او ارسلوا على الخاص، ورب يعطيكم العافية. ولا تنسون الدعم والنشر، ورب يسعدكم. هلا هلا بالنشر، هلا هلا بالدعم. ولا تنسون بعد تقولوا اعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. انتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سعد الله صباحكم بكل خير، في كل مكان، يوم جديد معكم الليلة في المغامرة عبدالله العنبري، في مغامرة جديدة. طبعا جماعة الخير، أنا وصلت الموقع زي ما انتم شايفين، الموقع هو فلة مهجور وقديم، ومن قوة يعني ما هو مهجور الأشجار تقفل على المدخل، والله يجوب بالقوة أكثر. شوفوا بالقوة وصلت لهذا المكان بعد. كلنا نقول مع بعض أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم، ونتوكل على الله. شايفين كيف المكان؟ كثر ما هو يعني قديم، الطريق كيف مقفل، الله يستر. أنا وصلت، بسم الله. فين هذه غرف؟ بسم الله، النخلة طاحت. نوصل وين وصلنا؟ كيف نخرج؟ الله المستعان. هذا بعد ما وصلنا الموقع، أدلك واجلس كذا عشان أقدر أوصل. ما أدري كيف أوصل، صعب صعب مرة صعبة، ولا أزحف في الأرض زحف. شوفوا ولا من هناك، لا سمح الله صار شيء.
الله يستر بس حصالي الباب انفتح. في أحد؟ اللي فتح الباب؟ أحد فتح لي الباب. بسم الله. شوفوا إيش في بالداخل. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. شوف الغبار، ما في أثر هوا في المكان. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. حاولوا افتحوا الباب اول، رفزوا في الباب. ايش فيك انت تحاول؟ ولا حق. حط الباب. رجع فتح الباب. إذا أنت جن افتح الباب. ما في ولا نسمة هواء في المكان. الفستان الغريب ده.
بسم الله. ايش عندك هنا؟ ايش عندك؟ صوت باب تقفل بقوة. اي والله. شفته. هذا بعد تقفل. صلب بنتهم الظاهر أو البنت اللي كانت ساكنة في هذا المكان. وش من اللبس هذا تتوقعون؟ اللي تقفل. الله يستر. والله من عندك من الخبث والخبائث. شوفوا حمام حاطين فرش. ما ادري كان ينام. سمعتم الصوت؟ واضح غرفة نوم. والله غرفة فخمة يا جماعة. غرفة الملابس.
كيف تحت؟ ايش اطفال الجن؟ لا اله الا الله. سمعت هذا الصوت اللي اقول لكم من اول. في أحد؟ الجهد. شفت الكرة اللي تحركت؟ الرسمة ولا؟ كيف تحركت؟ هذا الباب انفتح طبعا. بسم الله. اشوفكوا ما السبب بعد؟ هذا ما تمشي. كيف تحركت دي؟
ماني مطمن خلف الستارة. دائما يفجعني ذا. ذهبت وفلتها بنفسي. حطت عصا. هذه أنا قفلتها بنفسي. شلون فتحت دي؟ سمعته. قط متحلل. إذا أنت فعلا موجود سكر الحين زي ما فتحته. سكه زي ما فتحته راح أخرج من المكان. سكه. يلا. ما بسكه. هذا لفينا المكان ده زي ما شفتم. والله البيت مو هين يا جماعة. ارجع اصل الصوت دي. صك الحين انا افكر حسب هذا اللي تصك طلع باب. خلاص راح اخرج من المكان. خلاص خلاص انا والله طلبت هالاشارة واعطوني اياها. خلاص راح اخرج لهنا يا جماعة الخير. شفتوا قدامكم، شفتوا قدامكم هذا الباب اتصك كمان. اوف والله شفتوا كيف. هذا كذا وهذا كذا. ايش اتجاه الرياح متعاكسة بالضاربة. شيء غريب. هذه كانت واقفة. شوفوا شعر الجن. هات شفتم الاشارة قدامكم يا جماعة. انا الحين راح اخرج من الموقع. الله يعيني على الخروج. طبعا هنا بعد في بناية ترى هنا. شوفوا كيف الخروج. ما ادري وش في هنا. اوه هذا بيت جديد. سمعته، سمعته في الداخل. هذا بعد بيت جديد. شوفوا يا جماعة غرفة الحرس دي ولا ايش؟ اوه الفلوش. ما
هذا الظاهر يا مجلس كان او ايش الله اعلم، بس مليان عفوش. والله ما اقدر ادخل اتوغل اكثر من كذا يا جماعه. شوفوا الله يستر الخروج من بينه ومن هنا. من هناك وانا خش من هنا. شفتوا كيف يضيع يضيع؟ والله يضيع يا جماعة. ومن هنا يجيت من هنا من هنا. يا جماعة خير، انا كده الان حوقف التصوير عشان اقدر اخرج من الموقع ذا. انتم شايفين كيف انا نسيت الخروج، حكون على مهلي امشي واصور لين اخرج من هذا الموقع. شوفوا هنا كانت في بركة، الظاهر اني جيت من هنا. ايوه. طيب يا جماعة الخير بيعطيكم العافية، وكالعادة اي ملاحظة اي استفسار اكتب على الهاشتاج في تويتر المغامر عبر العنبري او ارسله على الخاص، ورب يعطيكم العافية. والآن راح أوقف التصوير عشان أخرج من الموقع. الخروج جدا صعب زي ما انتم شايفين هنا. شوفوا كيف حشوف على مهلي إلين أطلع من هذا المكان. ورب يعطيكم العافية، دعواتكم إن شاء الله أول ما أخرج من المكان حطمنكم بعد إن شاء الله. الخروج مرة صعب يا جماعة الخير. Thank you.